هذه لك اسلام، هذه رغم انني متاكد منها بنزيد نبصم عليها اليوم. وسي بوسيبل بكلاريجي لكاينه ان فوتو اللي عندها علاقه مباشره مع هاد لا كيستيون. اسلام كانت عنده علاقه خاصه جدا 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 مع المرحومه ريم غزالي، ربي يرحمها. ربي يرحمها، احصلها مسكينه، ربي يرحمها ربي يرحمها. علاش علاقة سبيسيال؟ والله ريم اختي اكثر من اختي، كانت اكثر. قدروا نقولوا امنت بيك؟ امنت بيا وقالت لي بون ما ننساش كلمة، قالت لي اسلام ان شاء الله، ورحت معها لمصر. هي اللي داتني واحد المسلسل مصري، بالك هذا رمضان يخرج ولا مو رمضان، قالت لي نرجعك نجم كبير في الجزائر هكذا. علاش امنت بيك سبيسيالمون اسلام؟ واش شافت فيك؟ والله خدمت معها بنيتي البابكا في تونس، الناس بزاف كانوا شغل يعطل هكذا يواسيوها، مشاكل وكاع مشاكل. انا والله غير بنيتي شغل كنت نروح نقول لها ريم واش خصك، واش كاين، علاه كي تعيطي هكذا، علاه شغل مسكينه كانت شغل تبناتك فنيا. الحمد لله والله ربي يرحمها وربي يرحمها. الاخراني نهار ماتت شحال ثلاث ايام قبل ما تموت كنت هضرت معها، ولا اربع ايام من الشفاء هضرت معها، ربي يرحمها. هذه هي. كيفاش لقيت الخبر تاع الموت تاعها؟ الصباح هضرت مع الزوج تاعها وي نبيل، انسان نبيل سلموا عليه، هضرت معاه قال لي توفى. واش حسيت كي سمعت الخبر هذا تاع انسان عزيز عليك؟ ربي يرحمها. دوك الناس كاع انت واحد عزيز عليك كيموت واش تحس؟ ربي يرحمها ربي يرحمها. الحمد لله ماتت نقيه وماتت شريفه وماتت حي العائله تاعها، يماها اللي بزاف مقطره، راهي حاله نفسيه للان مازال اشوفها كل يوم. شوف حاله نفسيه تاع يماها للان، والام توجور هكا تكذب عليها كي تقول لي اسلام راني صافا، حتى نقول لها ما راكي صافا واش بك، مسكينه مازالها مأطره، وان شاء الله ربي يخفف عليها ربي يصبرها ان شاء الله. العائله كاع تاع ريم غزالي حيوا من منبر كابوتشينو، وحنا كيما شفت لا فوتو تاعها من اول حلقه من كابوتشينو كاين كادر بلا فوتو تاعها، توجور ربي يرحمها ويوسع عليها.